المرصد السوري لحقوق الإنسان. بداية سيد رامي، أهلا بك. ما هي آخر المعلومات حول وصول عناصر إرهابية تابعة لبعض الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى ليبيا؟ نعم، مساء الخير. طبعا دعنا نقول بأن عملية الجسر الجوي المعاكس بدأ بالفعل منذ شهر تشرين الأول أكتوبر الفائت لنقل المجموعات الجهادية من جنسيات غير سورية عبر الأراضي التركية، بينهم عناصر سابقين بتنظيم الدولة الإسلامية. ولكن الجديد اليوم هو عملية نقل أو يعني تطويع السوريين المقاتلين المعارضين الذين يعملون في مناطق سيطرة القوات التركية، سواء في مناطق الاحتلال التركي في عفرين، سواء في مناطق الاحتلال التركي في طل أبيض ورأس العين برواتب مغرية، ليكونوا مرتزقة لدى القوات التركية في طرابلس، ليقاتلوا تحت جناح مؤسسات أمنية تابعة لتركيا في ليبيا. وهنا نقول وقلناها بصراحة أن كل مقاتل سوري يخرج من سوريا للقتال تحت العباءة التركية في ليبيا ليس إلا مرتزق، ولا يوجد وصف آخر يطلق عليه كون أنه ذهب إلى هناك مقابل الحصول على أموال. وأنا نقول بأن أردوغان منذ بداية الثورة السورية بالتعاون مع عبد الحكيم بلحاج، وأنا قلتها لمصطفى عبد الجليل في عام 2011 أن عبد الحكيم بلحاج بالتعاون مع المخابرات التركية يقوم بنقل عناصر جهادية لداخل الأراضي السورية، ولكن على ما يبدو اليوم أردوغان قرر أن يكون هناك تكرار لهذه العملية عبر نقل معاكس لمقاتلين من سوريا كي يقاتلوا في ليبيا في إطار الأحلام الأردوغانية ليسيطر على ليبيا وسوريا ومصر وكامل منطقة الشرق الأوسط. طيب، وكالة بلومبرج سيد رامي الدولية قالت إن عناصر من ميليشيات تركمانية سوف يتم إرسالها إلى ليبيا. برأيك لماذا هذه المحاولات المتكررة والإصرار على شق النسيج الاجتماعي؟ هو أردوغان هو عمل في سوريا على شق النسيج الاجتماعي. هذه الفصائل، أنا في تصريح لهذه الوكالة قلت بأن الاعتماد بشكل أساسي على العناصر التركمانية، لأن هناك كثير من السوريين فروا، مقاتلين سوريين كانوا في منطقة نبا السلام في شمال شرق سوريا قرروا الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية ومحاولة الذهاب إلى إدلب كي لا تزج بهم في القتال في ليبيا، إلا أن هناك ما بين 400 إلى 500 شخص الآن باتوا في حكم المتطوعين في هذه المؤسسات الأمنية التركية، وهم جاهزين للتوجه إلى ليبيا إن لم يكن بالفعل قسم منهم قد توجه إلى ليبيا عبر الأراضي التركية. طيب، هل تتوافر لديكم معلومات سيد رامي حول أعداد الإرهابيين ولو بشكل تقريبي، وقيمة الأموال التي تدفع لهم